السؤال الثاني يقول: في الصلاة بيقول ان هو رجل في ضيق وفي كرب، بعدما صلى وقف امام الناس وطلب من الناس الإعانة، هو لولا لا يفعل ذلك، والتعفف افضل، من تصبر صبره الله ومن تعفف عفى الله جل في علاه، وتعلم ان الله ان الرزق سيأتيك نفث في روح الروح الامين انه لن تموت نفسه حتى تستوفي اجلها ورزقها، ان كان لابد فالاولى ان لا يكون على الملأ هكذا، تأخذ الصالح الغني الذي يستطيع ان يدفع وتكلمه عن المشكله وتبين له هذا افضل لك، مع ان فعلك هذا قد لا ينكر وليس ثم الدليل على ذلك انه ينكر ان كان في المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم سليك الغطفان دخل وكانت له عليه ثياب رثه فاقامه النبي صلى الله عليه وسلم، بعض العلماء قال اقامه ليرى الناس مكانه فيتصدقون عليه، قد يكون، لكن التأصيل العام أن النبي صلى الله عليه وسلم أقامه ليصلي الركعتين. فإن فعل ذلك الأخ الكريم وقال أنه يحتاج إلى الثياب إلى الطعام أو إلى غير ذلك، يعني إن شاء الله الله يسد خلته ويكون هناك من الصالحين من يفعل ذلك له، وإن كان الأولى كما قلنا يستسر بذلك ولا يجهر. مصطفى بيقول: هو الرسول صلى الله عليه وسلم